اسمع كلام شيخ الازهر عشان نعرف ايه اللي بيحصل، نشوف راي شيخ الازهر، لان مش معقول يا جماعه ان نثبت ان الاسلام دين عنف، نثبت ان الاسلام دين قتل. وقتل ايه؟ واحد رفض ان يكون مسلم عادي، ما هو حر. المفروض ان كل المسلمين اللي بتتابعنا حاليا عارفين ان الاسلام دين سلام. فناخد نروح كلنا مع بعض جولة نشوف شيخ الأزهر لما كان عندنا في ألمانيا اتكلم ازاي، قال ايه عن الإسلام، اتكلم عن النقطة دي بالذات تحديدا المرتد، قال ايه. نشوف مع بعض الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا، وكله مش أنا اللي بطرحه ولا أنا اللي بقوله، لا ده شيخ الأزهر. عايزين نحدد النقطة دي. شيخ الأزهر كان في ألمانيا وكان بيتكلم الراجل على هذه النقطة. نسمع مع بعض كده. ونفهم تعاليم هذا النبي خارج إطار الرحمة العامة والسلام العالمي فهو جاهل به وبتعاليمه ومسيء إليه. والإسلام لا يبيح قتال غير المسلم بسبب رفضه للإسلام أو لأي دين آخر، فالله كما خلق المؤمنين خلق غير المؤمنين أيضا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وما خلق الله غير المؤمنين ليأمر بعد ذلك بقتلهم واستئصالهم، فهذا عبث لا يليق بحكمة البشر فضلا عن الحكمة الإلهية. وحرية العقيدة مكفولة في القرآن بنص صريح، وذلك في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تسمع بقى الكلام الجميل ده، يعني انتوا بتكلموا عن ايه يا شيخ الازهر؟ شوف السماحة، شوف الكلام الجميل. بيقول لك يعني الاسلام ما بيقتلش حد يطلع منه، وما بيقتلش غير المسلم، وبعدين ده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حضرتك تسمع الكلام ده طبعا هتقول ان كل اللي بيتقال على الاسلام ده افتراء وكذب، وان الاسلام مش دين عنف ولا دين قتل، وان الناس للاسف الشديد فاهمه الاسلام غلط وبيطبقوه غلط، ودول دواعش، يعني دول بتوع ليبيا وغيرهم دواعش. انا سمعت الفيديو ده اتبسطت، يعني الراجل في المانيا بقى وحواليه يعني صحفيين وناس وبيتكلم، قلت كويس بينشر الدين الاسلامي الصح. لكن فوجئت، الراجل رجع مصر الكلام اتغير تماما. ألمانيا حمادة ومصر حمادة تاني خالص. نسمع مع بعض كلام مولانا في مصر قال لنا ايه عن المرتد. ما هو حكم المرتد يا مولانا؟ عندنا الجمهور الفقهاء والفقه القديم كله يعتبر الردة جريمة. كل الفقهاء؟ كل تستطيع تفر الجمهور، يعني في بعض لكن يعني لا يكادون يذكرون إلى الجواب. تقريبا المذاهب الأربعة كلها تتفق على أن الردة جريمة وأن المرتد يستتاب وإلا يقتل. المرتد يستتاب وإلا يقتل. طب أنت كنت بتعمل إيه في ألمانيا وبتقول لهم إيه؟ يعني انت في المانيا زي الفل والاسلام ودين الله ما يقولش كده ودين الله ما يقتلش، طب انت ليه في مصر والعالم العربي عادي جدا عندك بالنسبه لك المرتد يقتل؟ طب ليه الشيزوفرينيا اللي احنا فيها دي؟ الخطاب ده للي بيجي بيقول ان الاسلام دين سلام والاسلام